كابتن صلاح المدرب العام، الكابتن مجدي بيبو مدير اداري، الكابتن ايهاب عبد المنعم اداري، الكابتن رانيا عبد العزيز مخطط احمال، وايمن فؤاد محلل تقني، ومنه الله عادل اخصائي علاج طبيعي ومشرف عام ممدوح نور. اما اللاعبات قدامنا طبعا كلنا صوره جميله جدا. السيد عمرو فاروق موجود فيها، والدكتور عمرو علواني، ويعني ولا اجمل من كده، وبعض اعضاء مجلس الاداره موجودين قدامنا. نهله سامح كابتن فريق رقم 8، شروق فؤاد رقم 9 مواد الفريق، مريم مصطفى رقم 7 ليبرو الفريق، مريم متولي رقم 20، ايه حمدي الشامي رقم 1، دانا شوقي رقم 6، رنا الجوهري رقم 18، فريده العسقلاني رقم 12، نور الله ياسين رقم 3، نرمين المنشاوي رقم 13، رحمه المهندس رقم 14، كاترين شيرينكوفا رقم 5، مايا ممدوح رقم 10، وندى وليد الليبرو الثاني رقم 2. اما هناك يعني نجمات فريق الانابيب، طبعا ناديل رقم 1، ليونيدا رقم 2 و3 ورقم 4 مونيكا، ورقم 6 نومي، ورقم 8 روسي، ورقم 9 يوفونا، ورقم 10 كابتن الفريق جانيت، ورقم 11 يعني جانيت ايضا، ورقم 13 ووالا، ورقم 14 يعني سيموني، ورقم 15 جاتيرا، ورقم 16 اتيني، ورقم 17 ناجولو. قدامنا طبعا فريق الانابيب مشواره فاز على بافايا الكاميروني، وفاز على نادي الشمس، وفاز على النادي فيجن الاوغندي، ودي جي اس بي الكونغولي، والفاب الكاميروني، ثم وصل الى الدور قبل النهائي. شفناه طبعا امبارح في مباراته امام روفينيو، وفاز ايضا على روفينيو الرواندي. روفينيو يعني استطاع ان يفوز منذ قليل على نادي الشمس بثلاث اشواط مقابل لا شيء. بدايه اللقاء الكابتن حمدي الصافي بادي بآية حمدي وشروق فؤاد في مركز 2، ومركز 3 طبعا فريده العسقلاني ونور الله ياسين، وعنده كاترين ونهله سامح كابتن الفريق في مركز 4. موجود قدامنا طبعا التشكيله الاساسيه، وشايفين طبعا الجمهور بيحاول ان هو يؤازر فريقه. طبعا النادي الاهلي نادي كبير وعريق، ومحتاج وقفه من كل محبيه. مباراه قويه لكلا الفريقين ومهمه. شفنا طبعا يعني قرطاج استطاع ان يفوز بصعوبه على فريق السجون الكيني بثلاث اشواط مقابل شوط واحد، وكان الامور ممكن تتغير، ولكن يعني حسم اللقاء ثلاث اشواط مقابل شوط. شروق فؤاد معدة فريق النادي الاهلي، وفي صافره انطلاق الشوط الاول، ارسال قوي، استقبال، وكره مرفوعه وبتتحط بليز، لكن مريم بتجيبها بشكل جيد وبترجع تاني لجانيت المعده، وكره مرفوعه، وايه بتشوط كره قويه، جانيت بتطلعها ليبرو الفريق بترفعها، وكره بتتحط قويه من مركز 4. ناديل لاعبه بتلعب في مركز 4، في مركز 5 ما تعرفش تجيبها كاترين، واحد الانابيب لا شيء النادي الاهلي. جانيت على الارسال، ارسال قوي، استقبال من نهله، وكره مرفوعه، ونور بتشوط كره حلوه متسقطه، بترجع تاني، الكره بترجع تاني، وكاترين بتشوط كره قويه جدا، ونادل بتاخد بلوك وحائط صد جيد. اتنين الانابيب لا شيء النادي الاهلي.
جانيت، جانيت وانجو، استقبال وكرة مرفوعة وكرة قوية بقى من آية حمدي، يعني من مركز أربعة في مركز خمسة صاحبة الحلول، محطوطة بقوة كده. واحد النادي الأهلي، اتنين نادي الأنابيب. كاترين إرسال قوي، استقبال ضعيف وكرة بترتد، فيرست باز قوية جدا بتشوطها نور ياسين بقوة في نص الملعب. اتنين اتنين، كاترين ارسالها قوي، استقبال من اللاعب الرقم 15 جيتيري خارج الملعب. تلاتة اتنين، استر جيتيري لاعبة منتخب الكيني، ارسال قوي جدا من كاترين وبيجي في اخر الملعب في نقطة صعبة جدا في الاستقبال. اربعة النادي الاهلي، اتنين الانابيب. كاترين ارسال قوي، استقبال من ليبرو، كرة بتترفع من جانيت وبتترفع سريع، بتدخلها بريست ايديها ورفعة مزنوقة جدا ما تعرفش تعمل لها اي حاجة. وتلاتة الانابيب، اربعة النادي الاهلي. نادال وارسال قوي ورفعة قوية من شروق، بتشوطها اية وبترجع تاني. ونهلة بتشوط كورة قوية جدا من مركز اربعة في مركز ستة ما بين ايد حائط الصد المكون من استر واللعيبة الرقم عشرة تريز. سنتر بلوك جيد جدا، نور ياسين ارسال سبايك، استقبال من نادال وكرة بتتشاط قوية من وبترجع تاني، نهلة بتحطها ولسه الكرة في الملعب. وآية بتشوط كرة قوية ومن هنا ومن هنا رالي، وآية بتشوط كرة قوية جدا بتيجي في ايد اللاعبة رقم عشرة تريز واللاعبة رقم اتنين ليونيدا. وخارج الملعب ستة النادي الاهلي، تلاتة الانابيب. نور ياسين ارسال في الشبكة ملوش لازمة، ملوش لازمة. كرة تريز ارسال قوي من خارج الملعب، سبعة النادي الأهلي، أربعة نادي الأنابيب الكيني. قدامنا طبعا طبعا الوحش الكاسر آية بتلعب إرسال قوي بنقطة مباشرة على نادال في مركز واحد، بتستقبلها خارج الملعب وبداية التكنيكال تايم أو الثمانية أربعة للنادي الأهلي. واضح جدا النادي الأهلي ضاغط بإرسالاته، والأنابيب بيتميز بالضرب الساحق وحائط الصد، ولكن كاستقبال ودفنس مش عاليين قوي، شايفين أطوال إيدين، ولكن إحنا عندنا برضو نجوم، عندنا آية بتعرف تحط كرة كويس جدا من جنب حائط الصد وبتشوط من نقطة عالية وبتشوط بقوة. وعندنا أيضا كاترين ونور ياسين وفريدة العسقلاني لسه ما نزلتش أهي قدامنا. إرسال آية حمدي، إرسال مميز،
قوي، استقبال كرة بتيجي بايظة، والحكم طبعا قال ان هي جت في العصا الهوائية. 9-4 يا حمدي. المباريات اللي زي دي محتاجة ضغط من بداية الشوط وإرسال في الشبكة، أخطاء عديدة في مهارة الإرسال، شفنا ماتش الشمس وقرطاج والسجون، ونحاول نقلل في أخطاء الإرسالات علشان دي مهمة. نهلة بتستقبل كورة صعبة من اللاعبة رقم 15 إستر. إستر إرسال قوي، كرة بتعدي من شروق جميلة، بترجع تاني بضربة من مركز 6 بتطلعها مريم مصطفى، وكرة بتتشط حلوة من نهلة، بترجع تاني كرة بتتحط من فوق حائط الصد كده في مركز 6. اللعبة رقم 2 ليونيدا يعني بايديها كده من فوق. 7 الانابيب، 9 النادي الاهلي. نهله بتستقبل، وايه بتشوط كوره قويه في ايد حائط الصد. اللعبة رقم 9 يوفونا وداخل الملعب، وليونيدا حائط صد، وده بداية تايم اوت الاول للكابتن حمدي الصافي، بيحاول يسترجع مع اللاعبات يحاولوا يستقبلوا. دلوقتي الثلاث كور الاربع كور اللي فاتوا دولت كانت مشكلة الاستقبال فيها واضحة جدا. لو الاستقبال اتظبط هيبقى فيها هجمات، وهجمات قوية جدا، جماهير ومحبي الكرة الطائرة بالنادي الأهلي والرياضات عامة بيبقوا متواجدين في كل الرياضات وكل الألعاب. إستر إرسال استقبال، وكاترين، وكرة بتتشاط سريعة من فريدة العسقلاني في ايد حائط الصد وداخل الملعب. سلقاوي سيبال، نهلة، كرة بترجع، ليبرو بترفع، وكرة بتتحط كده، نهلة بتجيبها، وكرة في واحد بتشوطها آية بقوة، وفريدة بتعاود تاني، وكرة تانية بتتشاط بقوة، ونهلة بتشوط كرة قوية، ولكن الليبرو رقم 13 جيدة جدا، وبترجع تاني كرة خارج الملعب. يعني زي ما احنا شايفين كده 10 النادي الاهلي، 9 نادي الانابيب. استقبال ارسال استقبال، وكرة مرفوعة سريعة بتشوطها يوفولا في ايد حائط الصد وخارج الملعب. 10-10 فريدة محتاجة تأخر ايديها. ليونيدا لعبة رقم 2، ارسال قوي، استقبال من كاترين، وكرة بتترفع، وهي بتشوط كرة قوية، بترجع تاني صوابع وبترفع الكرة وبتشوطها ندال، وبترجع تاني، وكرة من نص الملعب بتتحط كده في نص الملعب، والحكم بيقول انها لمست الملعب. 11 الانابيب الكيني، 10 النادي الاهلي، في بدايه تقدم للانابيب. ارسال استقبال، كره مرفوعه، وفريده بتشوط كره قويه، ونادال بتسقط كره
خلف حائط الصد، ولكن لازم فريدة ما ترفع لهاش شروق. كرة سريعة قدام اللاعبة يوفولا، لازم تاخد كرة مفتوحة كده شوية مرفوعة ما بين 3 و4 عشان تقدر تخلخل حائط الصد. أنا شايف حائط الصد بيطلع سواء لآية أو لنهلة أو لكاترين بدبل بلوك ثابت، لازم يبقى فيه سريع. فريدة واستقبال خاطئ، 12-12. برافو يا فريدة. شايف التعليمات والتوجيهات ايه لشروق، هي طبعا مهمة. ارسال قوي، استقبال، كرة مرفوعة واللج بتتشاط بقوة من يوفولا من مركز 2، بتيجي في ايد الديفنس فريدة اهي. طبعا شروق كانت راحة عند مركز 4 علشان الضرب ما يبقاش من فوقيها او من جنب ايديها. ارسال قوي، كاترين بتستقبل، كرة مرفوعة، وكاترين بتشوط كرة قوية جدا وبترجع تاني، وكاترين بتسقط كرة جيدة، نادال بتطلعها وبتشوط نادال كرة على كاترين، وكرة بقى من آية مرفوعة حلوة جدا ولكن اتحطت خارج الملعب. معلش، 14 الانابيب، الكيني 12 النادي الاهلي. يوفولا ارسال قوي، استقبال من كاترين، كره مرفوعه، وايه بتحط كوره يعني عايزه تسقطها، ونادال ناسيموتو بتحطها. وشايف طبعا الكابتن عمرو فاروق متضايق، ولكن قال فيها لمس شبكه، وكره بتيجي حلوه جدا من كاترين وبتحطها برست ايديها كده في الملعب. عدلنا النتيجه اهو، نحاول نضغط بقى بارسالات. شروق فؤاد، ارسال قوي، بتنزل الكوره وبترجع تاني، الكوره بتتشاط في ايد حائط الصد وخارج الملعب. نادال ماسيميو يعني لعيبه متفوقه، ودي جانت وواجو يعني برضو معده متميزه، رفعه قويه، وايه بتشوط كوره قويه جدا في حائط الصد وخارج الملعب. ماشيين نقطة نقطة. كاترين على الإرسال، إرسال قوي، استقبال، الكرة بتترفع، ونادال بشوت كرة قوية في إيد نور ياسين وداخل الملعب. وشايف طبعا علامات الغضب واضح. طبعا في تغييرات وفي تبديلات وفي دكة مليئة بالنجمات موجودة. اعتقد لو احتاج الكابتن حمدي الصافي المدير الفني لفريق النادي الاهلي لتغيير هيجري عنده لعيبة على مستوى عالي جدا من المهارات واخدين بطولات عديدة وعديدة ولهم إنجازات سواء في النادي الأهلي أو في المنتخب. 16 الأنابيب، 15 النادي الأهلي. شايف الكل بيؤازر ويشجع فريق النادي الأهلي. ده
الماسيمو ارسال وماري مصطفى بتستقبل بالكرة كويسة جدا ونقلة بتشوت كرة اجمل وبتطلع ديفنس وبترجع تاني وآية بتشوت في ايد حائط الصد اللاعبة اليونيدا وخارج الملعب. برافو يا آية. أيوة كده ليها مهام صعبة جدا لازم يبقى فيه سريع لازم يبقى فيه سريع. رنا الجوهري نزلت مكان نور ياسين. رنا لاعبة متميزة أخطائها قليلة وتجيد اللعب. الكرة جت سريعة ورجعت تاني وكرة بتتشاط. هما بيلعبوا سريع من نص الملعب بكرة طلعت بتفنس راحت شدها تاني في أربعة أهي علشان حائط الصد يبقى فيه عدم اتزان. احنا لازم نلعب بنفس الطريقة عشان دي طريقة النادي الأهلي. تريز ارسال استقبال نقلة بتحط كرة خارج الملعب ولكن في كلام. تمنتاشر وارسال قوي واستقبال بينزل ما بين مريم مصطفى وكاترين. تريز تلعب ارسال من بعيد لازم نفهم ان الكره هتسقط بترجع تاني كوره ورافعه وشوطه قويه بتشوطها ليونيدا في ايد حائط الصد وخارج الملعب. طبعا اربع نقط 20-16 و ارسال خارج الملعب. شايف ان ثلاث نقط سهلين ممكن يجوا محتاجين مننا بس شويه تركيز كده ومحتاجين ان احنا نأدي. استقبال وكرة مرفوعة وكرة بتتشاط قوية يا جماعة يا جماعة. على الرغم من ان دانا نزلت يعني حائط صد طويل وقوي ولكن الملعب محتاج ضغط بارسال قوي علشان ما ترجعش الكرة كده. 21-17 استقبال كرة بترجع تاني. مشكلة طبعا في الاستقبال هي الواضحة جدا لازم نركز. تاني تايم اوت بيجريه الكابتن حمدي الصافي. 22-17 يعني النقاط اللي احنا المفروض كنا نشتغل عليها ونلعب بيها مش موجودة. ارسالنا اللي احنا اتعودنا عليه اللي بتلعب بقوة وبيفك من الاستقبالات اي فرقة ارسالنا مش قوي لغاية دلوقتي. في اقوى من كده وعندنا حائط صد اقوى واقوى. احنا مش اقل من اي حد. احنا فعلا فرقة كبيرة فيها ارسالات وفيها استقبالات وفيها حائط صد وبتلعب فولي على مستوى عالي جدا. ارسال وكرة من نهلة بتطلع بتتعلى ونهلة بتشوط كرة جميلة جدا بتعدل النتيجة اهي برست ايديها. 18-22 يلا يا نهلة. يلا يا نهلة ارسال قوي استقبال كرة بتترفع وبتشاط اي كلام من نادال ماتسيمو خارج الملعب. 19-22 اهو لما تلعب ارسالات قوية الكرة جت سهلة وهم اللي غلطوا. ارسال من نهلة
اهي الكره جايه اهي بحاط صد جيد، كره وراها تترفع وكاترين بتعديها، شايفين الليبرو بتروح وتيجي وهنا ده بتشوط كوره، يلا يا ايه بترجع تاني الكوره وبتتجاب وبترفعها الليبرو وبتتحط بريست الايد كده، ليونيدا بتشتغل شغل بلسات وبتسنس ما بتشوطش بقوه، لازم يبقى عندنا حركه النهارده، الحركه احنا الفوت ورك بتاعنا كويس جدا. 23-19 استقبال من كاترين ورافعه وكوره بتتحط وجانت بتبلس كوره بتجيبها نقله وكوره قويه من كاترين بتتحط في ايد جانت وخارج الملعب اهي 20-23 نفس التغيير، نزلت نور ياسين فريده العسقلاني ارسال قوي وهو ده اللي احنا بنتكلم عليه، ارسالك يا فريده ارسالاتكو كويسه 21-23 تايم اوت طبعا لازم يجريه مونيلا المدير الفني للانابيب بعد ما كان في فرق 3-4 نقط بقى في فرق نقطتين سهلين يتجابوا بالارسال ونركز، لازم نضغط علشان نبوظ استقبالات الانابيب علشان نقدر نكسب. حائط الصد مهم جدا، ارسال وحائط صد ده اللي بيميز النادي الاهلي عن اي فريق. فريده العسقلاني ارسال قوي استقبال الكره جايه ونادال بتشوط كوره في ايد حائط الصد وخارج الملعب. نور طبعا رايحه لازم تامن السريع، لازم 24-21 طلع السنتر بلوك اللاعبه يوفولا ونزل لعيبه رقم 4، ارسال واستقبال جيد وايضا الكابتن حمدي صافي غير نزل شروق وطلع دانا شوقي، ارسال قوي استقبال من نهر كوره مرفوعه وكاترين بتشوط كوره قويه جدا من مركز 4 في مركز 4، برافو يا كاترين. جانت ما تعرفش تعمل لها حاجة 22-24 ارسال شروق قوي ولكن في وقت يعني حرج جدا بيجي في الشبكة، شايفين 22 الانابيب 5 يعني 22 الاهلي 25 الانابيب، في طبعا واضح جدا يعني ترقب وقلق من السادة يعني اهو قدامنا استياء، ولكن ان شاء الله بإذن الله المباراة لسه خارج الملعب تماما تماما، في لاعبات على قدرة وكفاءة عالية جدا موجودة على الخط لسه هيستخدمهم الكابتن حمدي صافي المدير الفني لو أتاحت له الفرصة للتغيير.
كرة شايفين نهلة، حط كرة قوية. هم بصراحة لما ابتدت الإرسالات بتاعتنا تبقى مش قوية قوي اتجرأوا في الضرب، إنما لازم كانوا يتحطوا بضغط زي ما فريدة عاملة كده قدامنا. كرة صعبة بإرسال صعب، و عندنا لاعبات اكفاء كتير جدا. شايف طبعا متوسط اعمار فريق الاناليب جانيت معدة الفريق طبعا، وتريز ايضا فوق الثلاثين سنة بيلعبوا في منتخب وبشايلين فرقهم بقالهم فترة طويلة جدا، وبيدعموا ببنات صغيرات السن. استر ايضا لاعبه كبيره السن مش صغيره، الناس بتقول اهي كلها يا رب ان شاء الله باذن الله. الموضوع ان شاء الله باذن الله سهل مش صعب، محتاج مننا شويه شويه تركيز وشويه سمع كلمه من المدير الفني واللعيبه، ونقدر نترجم الكلام ده جوه الملعب عادي جدا. انا شايف مريم متولي طبعا لازم هيبقى ليها دور دلوقتي، لازم هيبقى ليها دور. لعيبه طبعا من اللاعبات اللي عندهم كفاءه عاليه جدا في الضرب السريع وحائط الصد. لا يستهان بيها، دورها دلوقتي طبعا كانت غايبة بسبب الإصابة، ولكن من اللاعبات أصحاب الكفاءات العالية وقت الاحتياج هتلاقيها كل لاعبات النادي الأهلي كده. يعني مونيلا أعتقد إن هو مش مصدق ان الدنيا تمشي كده، ولكن ان شاء الله خير. الشوط الثاني بدايته مبشره. جماهير واللاعبات لازم الاستقبال يتظبط عشان يبقى فيه سريع كتير والامور تبقى ماشية بشكل جيد. طبعا المصور جايب شروق وجانيت وصراع معدين وفكر. ارسال قوي، استقبال من مريم، كورة بتترفع وكاترين بتشوط كورة قوية جدا في ايد جانيت وتريز وخارج الملعب. واحد النادي الاهلي لا شيء الانابيب. شروق فؤاد ارسال قوي باستر بتستقبل كره فوقيها، وكره بتتشاط بحائط صد جيد من مريم متولي و آية حمدي. ده اللي أنا اتكلمت فيه، لما الإرسال صعب ما بقاش في كور سهلة، بقى في حائط صد ونقدر نضغط. اتنين الأهلي لا شيء لأنابيب. إرسال صعب، أي حد بيرفع وكرة بتعدي سهلة بترجع تاني، وإحنا نخلص كرة قوية. كرة الطايرة محتاجة ضغط علشان نعمل نتيجة كويسة. ثلاثة الأهلي لا شيء لأنابيب. شروق إرسال قوي، استقبال بيجي مظبوط، رفعة وكرة بتتحط، ولكن الحكم الأول بيقول إن الكرة دبل على جانيت. جايه في ايديها الاثنين،
أربعة النادي الأهلي. لا شيء لأنابيب، إرسال قوي، استقبال وكرة بتتعدى ومريم مصطفى بتجيبها، وآية بتشوط كرة قوية جدا. يعني هو ده الكلام، هو ده الكلام. خمسة لا شيء. طبعا لازم يطلب تايم اوت المدير الفني لنادي الأنابيب. خمسة لا شيء. كور منظمة مرفوعة محطوطة بقوة، بترجع سهلة، بنضغط بعد كده ولا بديل عن الضغط في الإرسال. مونيلا تافيتس المدير الفني للأنابيب. إرسال قوي من شروق فؤاد، استقبال، كرة بتيجي أي كلام مرفوعة، بتتعلى، بتيجي سهلة وبترجع تاني، والحكم بيقول دبل على مريم متولي. إرسال قوي، استقبال، الكرة بترجع تاني وبتعدي من نهلة، وجانت بترفع كرة سريعة قوية بتتشاط من تريز. يعني أنا مش عارف. إرسال قوي، استقبال مش مظبوط، وكرة كاترين بتشوطها في حائط الصد. احنا ما صدقنا، جبنا خمس نقط، نحاول ان احنا نقلل اخطائنا. جانيت ارسال قوي، مريم بتستقبل كرة بتعدي بسهولة. الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله، لاعبات دخلوا على بعضهم في كرة مشتركة كانت راجعة سهلة. كاترين إرسال قوي، استقبال طبعا ضعيف، الكرة بتتشاط بقوة في إيد مريم وداخل الملعب. إستر، إستر شاطت كرة قوية. مثال قوي، استقبال من مريم، يلا يا آية، كرة قوية، ديفنس بيطلع تاني، وكرة بتتحط كده نقلة بتجيبها ورافعة آية، وحائط صد بدبل بلوك قوي جدا. ليونيدا مش هينفع كل كرة آية آية آية، لازم يبقى فيه حلول تانية. إرسال قوي، استقبال من مريم، رفعة، وكرة بتتشاط من نقلة بترجع تاني وبتعدي مريم مصطفى، كرة من ديفنس هي وشروق داخلين عليها. ستة ستة بعد ما كان خمسة لا شيء. إرسال قوي، مريم بتستقبل كرة مرفوعة، آية بتحط بليز بهجاب وبيرجع ولكن داخل الملعب. هي اشعر ان هي عندها الم في كتفها. سبعة الاهلي، ستة الانابيب. مريم متولي، استقبال وكرة مرفوعة وشوطة قوية وبترجع تاني ورافعة ونهلة، بتحط الكرة برست الايد في نص الملعب، وكرة سريعة جدا بتتشاط ومريم متولي بتطلعها، وكرة قوية من إستر بتيجي
في حائط الصد والديفنس بترجع تاني. يلا بقى شوتي من ثلاثة خلينا ننجز. ايوه بقى مش هينفع لعب من الاطراف على طول على طول بدون كرة من نص الملعب. لازم نشغل نص الملعب علشان الاطراف تريح شوية، ما يبقاش على طول على طول على طول اطراف، لازم الاستقبال يبقى مظبوط. 8 النادي الاهلي، 6 الانابيب الكيني. الناس كلها عماله تشجع. جماهير ومحبي الكره الطائره والرياضات سواء في الصالات او خارج الصالات. ثمانية ستة وشايف الكابتن حمدي صافي وارسال قوي ورفع والكرة بتتشاط بقوة. يعني لازم نضغط شوية بالإرسال. 7 الأنابيب، 8 النادي الأهلي. إستر وكاترين استقبال كرة بتيجي وده اللي احنا بنتكلم فيه. يلا بقى يلا يا نهلة، عندها خبرات كبيرة نهلة. يلا يا آية، ارسال قوي واستقبال كرة جاية سهلة. ايوه كده بقى، ايوه كده نفرق بقى. 10-7 ادام مفيش استقبال في فريق الانابيب مش هيبقى فيه هجوم جامد. استقبال اهي الكره اهي قدامنا، ده اللي احنا بنتكلم فيه. وجايه سهله ورافعه ونهله بتخلص بمنتهى القوه، ولكن اتقال ان يعني خارج الملعب. 8-10 استر انجوتش وكرة بتتسقط من فريدة وبترجع تاني. ايوة كده وكرة بيسقطوها وبترجع تاني ورفع في 4 هتتشط بقوة علشان مفيش دبل بلوك قافل الملعب. وكرة بتشوطها ليونيدا خارج الملعب. 11 الاهلي، 8 الانابيب. ارسال نهلة، ارسال قوي استقبال كرة بتترفع وبتشوطها يوفولا وبترجع تاني وكرة بتتشد بتتحط في حائط الصد بترجع تاني وبتترفع كرة لليونيدا وبتشوطها في حائط الصد. والنقطة 12 النادي الأهلي، 8 الأنابيب. إرسال نهلة استقبال من إيستر كرة بتترفع وليونيدا بتشوط كرة قوية جدا. مريم مصطفى بتطلعها فينس بترجع تاني. الكوره المفروض ترجع باقوى من كده شويه زي ما ليونيدا عملت. ما ينفعش نرجع كوره سهله هتيجي علينا صعبه جدا.
ليونيدا ارسال كاترين بتستقبل وكرة قوية وكاترين وحائط صد قوي جدا من يوفولا وجانيت بنجاح 10-12 وارسال خارج الملعب 13-10 ارسال قوي استقبال واللج كرة قوية بتحطها يوفولا من مركز 2 في مركز 5 11 الأنابيب 13 الأهلي استقبال من النهلة وكرة بقى قوية بدبل بلوك مريم متولي وكرة جميلة بتحطها كاترين في ايد جانيت و تشيزا اكولا التوكا خارج الملعب 14-11 ارسال قوي استقبال رفعة والليج قوية جدا من تريز ولكن حائط الصد متميز كاترين ومريم متولي شايفين طبعا السادة أعضاء مجلس الإدارة بيحيوا كرة قوية وحائط صد أقوى مريم متولي المتألقة في حائط الصد هي وآية حمدي 16-11 يعني شكل تاني الشوط التاني للنادي الأهلي ضاغط بإرسال وحائط صد جيد واضح جدا كل ما هيلعب بضغط في الإرسال ونظام في حائط الصد ما اعتقدش ان الفرقة بتاعت الانابيب هتبقى قوية انما ارسالاتنا لو هي مش قوية وفيها تهاون ترجع الكرة صعبة وهياخدوا ثقة وهيبتدوا يتعبونا 16-11 شروق رسالة متميز ما عدا الكرة اللي فاتت في الشوط الأول وكرة ورفعة وبتتشاط كرة جيدة ونهلة بتجيب كرة جميلة وبترجع تاني الكرة سهلة وبتترفع كرة ودابل بلوك وبتحط الكرة في حتة صعبة شوية من 4-4 شيطها في زاوية حادة 12-16 جانت على الإرسال إرسال قوي ترجع تاني كورة وحائط صد ودفنس قوي جدا وبترجع الكورة وبتتحط بريست الإيد من نادال ماسيميو في نص الملعب 13 الأنابيب 16 النادي الأهلي جانيت ارسال قوي استقبال من كاترين رفعة وكرة قوية جدا بتتشط من آية بترجع تاني وإستر بتحطها في الشبكة الحمد لله
17 13 كاترين على الارسال وكرة جميلة بتتسقط ولكن مفيش كفر والحكم بيقول شبكة. كاترين 18 وحطت الكرة في الشبكة مش وقته خالص. لازم نركز، مش محتاج الماتش اخطاء شخصية بقدر ما انه هو محتاج تركيز. ارسال قوي، استقبال من مريم وكرة قوية. دي مريم متولي اللي احنا نعرفها بتشوط كرة قوية جدا في ايد تريز اتوكا وخارج الملعب. 19 14 ارسال من مريم وكرة بتتجاب ورافعة وبتتشاط كرة قوية من 4 في 4. محتاجة حد من الديفنس يروح يقف في المكان ده هيعرف يطلعها. 15 19 ارسال قوي كاترين بتستقبل وكرة قوية ونقلة بتجيب كرة قوية جدا. 20 15 معاها لعيبة طويلة استر انجوتش ولكن الاستقبال بايظ. الكرة جاية سهلة يلا بقى ونهلة بتشوط كورة بتيجي في ايد حائط الصد وداخل الملعب. 16 الانابيب 20 النادي الاهلي. استر ارسال قوي، استقبال من فريدة، كرة جاية من واحد وبتتشاط بقوة لآية والديفنس وخارج الملعب. 21 16 نهلة على الإرسال، إرسال متميز تستقبله وكرة بتترفع واللج بتتحط وتتحط في نص الملعب وبترجع تاني وكاترين بتزق كورة. برافو يا كاترين بالعقل كده بتعدل النتيجة 22 16. يلا بقى بقينا ماشيين كويس، محتاجين شوية تركيز. خلينا نكمل تايم اوت طبعا بيجريه منالا تافيتش. لازم يجري طبعا، فرق 6 نقط فرق كبير. شايف توجيهات الكابتن حمدي لنهلة وشروق والكابتن ياسر صلاح ايضا بيوجه باقي اللاعبات. نهلة سامح ارسال قوي، استقبال كرة مرفوعة وبتتشط بقوة من نادال وبترجع تاني وشايف كرة سريعة. برافو يا فريدة، برافو. حائط صد جيد قدامنا اهو. يوفولا ما تعرفش تعمل حاجة. حائط صد قوي من فريدة العسلاني. نهلة سامح برافو، ارسال قوي ترجع تاني، كرة بتتحط سهلة يلا بقى. وكاترين بتشوط كرة قوية جدا
من مركز 2 في مركز 1 24 16 ونقطة و نهاية الشوط الثاني 24 16 واستقبالة كده وكرة جاية سهلة ويلا وكرة بتحطها شوف فؤاد جميلة جدا 25 16 شفنا الشوط ده مختلف كل الاختلاف عن الشوط السابق الشوط ده فيه لعب في ضغط ولسه النادي الاهلي عنده من المهارات والقدرات ان هو يضغط ويقدر يحقق فوز ان شاء الله دي كرة شروق طبعا يختلف الشوط ده عن الشوط اللي فات خالص الشوط ده الناس كلها في سعادة اهو اخطاء طبعا اخطاء السيده هناء حمزه والاتحاد المصري والافريقي في سعاده طبعا وشايفين ايضا مسؤولي فريق الكيني في توتر وقلق لو استمرينا بطريقة اللعب دي الأمور هتبقى سهلة إن شاء الله طبعا قدامنا المشجعين وعندنا لقطات من الشوط الثاني اللي استطاع في النادي الاهلي ان يفوز 25 16 مجهود طيب جدا واداء اهو لما نشغل باقي اللاعبات الامور هتبقى ماشيه كويس وايه مش هنقدر ان احنا نضغط عليها اكتر من كده كل التوفيق ان شاء الله باذن الله في هذا الشوط اعتقد ان الكابتن حمدي الصافي المدير الفني النادي الاهلي هيثبت التشكيل ونركز في الاستقبال من بعض لاعبينا عشان هو اللي هيفتح الطريق قدامنا قدامنا طبعا الشوط الثالث و بداية الشوط بإرسال شروق المتألق إرسال قوي خارج الملعب Thank you.
احنا كنا ماشيين كويس جدا الشوط اللي فات بارسالات قويه وضغط على الخصم واضح، استقبال وكره سريعه قويه. ايوه كده يا شروق، الكور السريعه دي هي اللي هتبقى مفتاح مكسبك ونجاحك. واحد واحد، كاترين ارسال قوي، استقبال من ايستر وكره مرفوعه من جانيت وبتتحط نادال كره كده بريست ايد وكره مزنوقه، ولكن ايه حمدي قدرت ان هي تعديها بنقطه جميله جدا. اتنين الاهلي واحد الانابيب. كاترين على الارسال، ارسال قوي واستقبال من اللاعبه ليونيدا وكره بتعدي خارج الملعب. استر انجوتش مونيلا طبعا واقف على الخط مش عارف يعمل ايه، فاكر خصمه سهل بعد الشوط الاولاني. ارسال قوي من كاترين بتستقبلها خارج الملعب، برافو عليك يا كاترين. أربعة واحد، استقبال قوي وكرة جميلة في نص الملعب. كاترين بتنفذ التعليمات، ارسال قوي. خمسة واحد، ارسال قوي، استقبال، كرة مرفوعة، ويستر بيشوط كرة قوية من مركز أربعة في مركز واحد، برافو يا ايستر. ولكن محتاجين ان احنا نوقفك. ايه ان شاء الله الكرة الجاية هتاخدها منها، استقبال، كرة مرفوعة، وايه بتشوط كرة قوية منها و بتعدل النتيجة 6-2، برافو يا آية. أيوة كده، لعيبة عنيدة متميزة آية، وده في الرياضة جيد جدا. وكرة بتتشاط سريعة من تشيزا أتوكا من مركز ثلاثة، يعني نركز شوية في حائط الصد. كابتن فريق، ارسال قوي، استقبال، ونهلة بتشوط كرة قوية بخبرة في حائط الصد وخارج الملعب، برافو يا نهلة. سبعة ثلاثة، آية حمدي ارسال قوي و استقبال من ليونيدا خارج الملعب. 8-3، كده هو ده النادي الاهلي، ارسالاته قوية، بيلعب على ضغط على الخصم على طول، ما بيديش مساحات. شايف الكابتن حمدي بيتكلم في النقط دي، ارسال 8-3. في طبعا شغل وفي تعليمات وفي توجهات واضحة جدا في الشوط الثاني والثالث. تكنيكال تايم اوت، ارسال قوي
من ايه استقبال كره مرفوعه وشوطه بتتشاط بقوه من ليونيدا في ايد حائط الصد. أربعة ثمانية ما نديش مساحة بقى. استر أنجوتش استقبال وكورة محطوطة كده استر. ستة ثمانية خمسة ثمانية عفوا كرة بتتسقط وبترجع تاني وبترجع سهلة واليونيدا بيشوط كرة قوية. وحائط صد باين جدا ان هو اهي بتشوط من عند شروق. يلا يا جماعة نستقبل بقى يا جماعة نستقبل استقبال يا كاترين جايبه ثلاث اربع كور حلوه ما نضيعش قدامهم استقباله في استقباله. تايم اوت سبعه الانابيب ثمانيه النادي الاهلي. استر انجوشا ارسال استقبال كرة بتترفع نقلة بتشوط كرة قوية بترجع تاني وجانت بتعدي الكرة وبتشوط كرة قوية. يعني نادال من ايد حائط الصد وتمانية تمانية جابت خمس ارسالات وآية بتشوط كرة قوية بترجع تاني وبتتحط كرة وبتزق كرة قوية لنهلة وكرة بتتشاط خارج الملعب من ليونيدا وتسعة النادي الأهلي ثمانية نادي الأنابيب. نهلة ارسال قوي استقبال ايوه كده نعوض شوية الكورتين دولت نلعبي على نادال شوية خلينا نحسن النتيجة. ارسال نهلة استقبال من استر سيء كرة بتعدي سهلة وبترجع تاني وكرة بتتحط سهلة وبتتشاط وكرة حائط صد من ليونيدا ويوفولا. تسعة الأنابيب عشرة الأهلي. إرسال قوي كرة بتترفع وهي بتشوط كرة قوية في إيد يا جماعة لازم يبقى فيه سريع. مريم متولي موجودة لازم تاخد كرة علشان حائط الصد يطلع معاها. ارسال قوي خارج الملعب 11 الاهلي 10 الانابيب. مريم متولي ارسال جيد جدا كرة جاية اهي سهلة وبتتحط كرة يعني تطلع
ديفنس في حاجة مش مظبوطة النهاردة في الديفنس. فريدة ما طلعتش، حائط صد، كرة متشاطة، لازم فريدة تطلع. وكرة فريدة بتشوطها بتيجي في ايد حائط الصد والحكم بيتكلم. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، لازم فريدة اهي تشوط، مفيش مشكلة. الناحية التانية بيغلط، هي ومريم متولي لازم يضربوا كتير من نص الملعب. كرة بتتحط من مركز 4-1 وشروق بتطلع ديفنس، وكرة بتتشاط جميلة من آية بترجع تاني. نادال بتحطها برست ايديها كده في مركز 3 جنب حائط الصد. 12-12 احنا المقزمين الشوط علينا، هو ان شاء الله سهل، شوية تركيز مننا، استقبال يتظبط وضرب وكرة تتحط، الكرة عالية جدا يا آية، رافعة وكرة بتتشاط. دي النقطة اللي بتضرب فيها اللاعبة نادال، بتشوط ورا خط التلت على طول اهو. خلي بالكوا في المكان ده، دي المكان اللي بتضرب منه بكورة كل مرة، لا اما في ايد حائط الصد وخارج الملعب. وكورة جميلة جدا من كاترين بتشوطها من مركز 2 في ايد حائط الصد اهي، ما تلحقهاش. تريز و 13-13 ارسال من كاترين، ارسال قوي، استقبال وكرة بترجع وكرة قوية بتشوطها نادال من مركز 2 في مركز 5 بريست ايدها كده متميزة. 14-13 ارسال نازل في اخر الملعب. ارسال تاني كده 14-15 ارسال من الاهلي، وكوره طبعا من جنت بتقول ان هي مزنوقه. 15-15 يلا بقى خلينا نكمل، ارسال قوي، استقبال، كرة جاية وكرة قوية جدا، ده اللي احنا بنقول عليه ارسال قوي، استقبال يبقى ضعيف، كرة تيجي نقدر نمسك حائط صد. يا مريم انت وآية زي ما عملتوا الكرة دي من ليونيدا نازلة بقوة. و16 النادي الاهلي 15 الانابيب، خصم عنيد وقوي فريق الانابيب الكيني. ولكن النادي الاهلي برضه عنده مفاتيح لعب كتيره وعنده مقومات ان هو يقدر يضغط ويفوز ان شاء الله باذن الله. شايف فريدة بتسأل الكابتن حمدي على اتجاه الإرسال، تلعبوا فين وتلعبوا على مين، ده شيء مهم جدا. إرسال قوي أهو
كرة جاية سهلة معديها، يلا يا آية بتحط كرة قوية من مركز اتنين في مركز خمسة. ده الكلام. إرسال من مركز خمسة، الاستقبال خاطئ وبتعدل النتيجة بإرسال فريدة العسقلاني 18-15. تعدلت النتيجة بالإرسال. إرسال قوي، استقبال ضعيف، كرة جاية سهلة، بتيجي سهلة، بتطلعها فريدة ومريم بتشوط كرة قوية بترجع تاني برضو، وتفنس برضو عالي، وكرة بقى نهلة بتخلصها بتفنس، ولكن حائط الصد. استر واتوكا واقفين قافلين الملعب، مزنوقة كمان سنة الكرة، نهلة ما تعرفش تعمل فيها حاجة. 16-18. ارسال في الشبكة كويس. 19-16. تغييرة مهمة، نزول دانا شوقي، لاعبة صغيرة السن طويلة، مكان شروق فؤاد. ارسال آية قوي، كرة بتترفع أي كلام، والحكم بيقول جانت جابت دبل على كرة رفعتها، عدلت النتيجة 20-16. ارسال قوي، استقبال ورفعة، ويستر بيشوط كرة قوية في ايد حائط الصد، بترجع تاني وآية بتعديها، وكرة غير متوقعة وبترجع، ومريم مصطفى وكرة سريعة بقى. هو ده الكلام. شايف الأستاذ خالد الدندري بيقول من نص الملعب، من نص الملعب، هو ده الكلام، هو ده الكلام. ليه كده يا آية؟ 17-21. استر كرة بتسقط، الكرة دي المفروض ان هي بتاعت المعد عشان نازلة في نفس المنطقة ان هو بيروح يقف فيها. 18-21. توجيهات كابتن ياسر صلاح لدانا، بيديها طبعا ثقة في النقط الأخرانية دي، محتاجة ثقة ومحتاجة إن هي تعرف هتعمل إيه. والحكم التاني بيقول ده تاني وقت مستقطع. للنادي الأهلي ارسال، استقبال، وكرة بتعدي دانا. برافو يا دانا، محتاجة ثقة عملتها. برافو يا دانا. نهلة، ارسال قوي، استقبال، كرة مرفوعة واللج بتتشاط وخارج الملعب. يوفولا بتحط كرة خارج الملعب، طبعا طالع معاها دبل بلوك، ما كانش موجود دبل بلوك ليها. اهو استقبال مدال وكرة خارج الملعب، ده اللي المفروض كان يتعمل من البداية. ضغط ارسال وننتظر اخطاء
الانابيب. 24 النادي الاهلي، 18 الانابيب. وارسال نهله وكره قويه بتتشاط و نفس المكان اللي قلنا عليه ورا حائط الصد. 24 ونفس التغيير، بتنزل شروق وبتطلع دانا. واستقبال ومريم متولي كرة كده، وكرة بتشاط قوية، وشايف مريم بتحط كرة قوية جميلة جدا في ايد يوفولا، وينتهي الشوط الثالث 25-19. باين المجهود اهي، هتصد مريم متميزة متميزة، وجودها في مباريات زي دي ليه تأثير تاني خالص. طبعا رجع بعد إصابة، ولكن هي بتعرف تلعب مع المستويات العالية دي. اهو 2-1، ضغط واضح من انا شايف الشوط الثاني والشوط الثالث، ارسالات فريق نادي الاهلي كانت مؤثره، ايضا حائط الصد، ايضا ابتدت شروق تشغل في كل شوط كده كوره كورتين السريع، علشان مش كله آية آية، مش كله، ابتدت تشغل الملعب بشكل جيد. الاستقبال ابتدى يتظبط لحد ما ابتدينا نكسب والامور تبقى سهلة. احنا ما نغلطش، نسيب الفريق المنافس يغلط ونحاول نقلل اخطائنا. المكسب ان شاء الله باذن الله يجي على طول. شايفين طبعا اللي احنا بنقوله، حوائط صد عالية من غير يبقوا خلاص لعيب السنتر بلوك ولعيب الطرف عارفين الكرة هتروح فين والمين ومرفوعة لمين. اكيد طبعا اتفرجوا اهي كرة مثلا زي دي، خطأ شيطرة فريدة وخطأ على حائط الصد. النقطة اللي هي ورا خط التلت ده، كور كتير بتنزل فيها من 4 في 4، استقبال، استقبالات خاطئة كتيرة. ده اللي قدر يدي للشوط انطباع جيد وأولوية وأسبقية للنادي الأهلي. شايف طبعا سافرة الترابيزة علشان يبتدي الشوط الرابع من لقاء النادي الاهلي والانابيب في نصف النهائي من بطولة افريقيا رقم 29.
مثبت اللفه بتاعته نادي الانابيب، بادي بالارسال عن ارسال شروق ورفعه، وكره بتتشاط وحائط صد جيد، كره بترجع تاني وكره بتتشاط قويه، وشروق بتستقبل تاخد ديفنس كره جيده، وكاترين بتشوط كوره روعه، ما تعرفش الليبرو تعمل لها حاجه. اتنين لا شيء، سلقاوي شروق خارج الملعب، ما نضيعش ارسالات كتير. جانيت سلقاوي واستقبال من نهلة، ترجع تاني وكاترين بتحط كرة قوية، بتطلع ديفنس وجانيت بترجعها، وآية بتشوت كرة قوية جدا من مركز 4 في مركز 5، لعبة رقم 13. طبعا كوندو ما تعرفش تعمل لها اي حاجة. 3-1. سلقاوي كاترين كرة قوية بتتشاط وبترجع تاني، وفريدة بتشوطها وبترجع، وفريدة بتشوط كرة قوية، ده اللي احنا بنتكلم فيه، نص الملعب. وبعد كده آية تحط كرة بسهولة بنقطة. طبعا الحكم تجاوز عن كورتين كده واضحين ان هما متشالين، ولكن لسرعه الكره ما تكلمش فيهم. كاترين ارسال استقبال سيء، وكرة بتضيع من استقبال. تاني كاترين وارسالات قوية، تغييرة بتنزل اللعبة رقم 6 وتطلع لعبة رقم 2. نعيم تو اسمها كده، نعومي تو، وارسال في الشبكة. خمسة النادي الاهلي، اثنين نادي الانابيب. ارسال قوي واستقبال من نهلة ورفعة قوية، بتشوطها آية وبترجع تاني خارج الملعب. 6 النادي الاهلي، 2 نادي الانابيب. هو ده الكلام، هي دي طريقة اللعب. الفرقة ابتدت تاخد شكل تاني، ارسال قوي بيجي في نت الشبكة وداخل الملعب. اللاعبة نعومي ما تعرفش تعمل لها أي حاجة، وارسال تاني قوي ورفعة وكورة، استر بتشوط كورة قوية من مركز 2 بتيجي في ايد الديفنس وتغير اتجاهها. 3 الانابيب، 7 النادي الاهلي. كرة قوية هي قدامنا. تريز ارسال قوي ورفع، ومريم المتألقة بترجع تاني، الكرة بتيجي، وآية بتشوط بقوة كرة قوية، ديفنس
وتغطية في الملعب جيدة جدا. وادي المكان المعتاد وبترجع تاني الكورة، وكورة بقى سريعة مفتوحة كده ما بين ثلاثة وأربعة بتحطها مريم متولي، مفتوحة مش على إيد المعدة، هو ده الكلام بقوة. ده أعتقد مفتاح مكسب النادي الأهلي بعد الإرسال والاستقبال. هتقعد تعملها الكرة دي وعمال ما تستوعبها يوفولا هيكون الشوط خلص. إنما رفع السريع المباشر للاعبات بتبقى قدامها لاعبة طويلة زي تريز أو اللاعبة رقم 9 يوفولا، بتقدر إن هي تحط إيديها بسهولة جدا تاخد الكورة مفيش فيها أي حاجة. إنما الكورة لما بتبقى ماشية شوية ما بتقدرش تتجه ليها وتروح لها وتتصداها. 9-3 أهي شاطت كورة سريعة بترد من أمام مريم متولي من 3-5. إستر وإرسال في الشبكة لإستر 9-4. نالة سامح ارسال قوي استقبال وكرة سريعة بتشوطها تاني، ولكن مريم متولي السد المنيع، بتحط ايديها في وقت قاتل بتاخد حائط صد جيد جدا. 10-4 نالة سامح وكرة بتتشد في مركز 4 وحائط صد قوي جدا كاترين ومريم متولي اهي قافلين الملعب بشكل جميل. 11-4 طلع طبعا اللعبة رقم 6 نعومي ونزل تاني ليونيدا، ما عندوش حلول تانية. ارسال قوي استقبال وكورة بتتحط بليز بتجيبها، ونهلة بتشوط كورة في ايد يوفولا وخارج الملعب. 12-4 وابتدت الابتسامات والفرح واضح جدا على وجوه اللاعبات. تايم اوت طبعا بيجري المدير الفني مونالا تافيتش لفريق الانابيب، وطبعا تركيز واضح من اللاعبات، قدروا بعد شوط اول ان هم ينفذوا تعليمات وتوجيهات الكابتن حمدي الصافي والجهاز المعاون، والامور تبقى ماشيه زي ما احنا شفنا كده. احنا احسن بكتير. نعلى سامح ارسال قوي استقبال كرة مرفوعه وشوطه بتتشاط قويه من ليونيدا، نفس النقطه اللي احنا بنتكلم فيها. يعني هيسيب الواد يلا ولا مش هيسيب؟ ورا في مركز 4 ورا خط التلت وكرة خارج الملعب.
13 النادي الاهلي 5 نادي الانابيب الكيني. مريم متولي ارسال قوي استقبال كرة بتيجي سهلة ويوفولا بتحط كورة كده ما تطلعش فريدة فيها. 6-13 اهي يوفولا ارسال قوي خارج الملعب 14-6. بيتر ارسال قوي استقبال الكرة بترفعها ومفيش قدام جانت غير انها تدي لتريز اتوكا، ولكن حائط الصد المرة دي جيد جدا. تركيز الكابتن حمدي واضح، ارسال قوي استقبال كرة جاية وفريدة بتشوط كرة قوية جدا من استقبالة خاطئة من اللاعبة ليونيدا بضغطة من كاترين ونهلة في كرة جميلة جدا. 16-6 من الواضح ان ارسالات النادي الاهلي اتغيرت تماما في الشوط الثاني والثالث والرابع وبقت موجهة وقوية. ده السبب الاساسي في الفوز، ثم تنويع والاستقبال ده السبب الثاني، وتنويع اللعب للاعبتنا سواء مريم او فريده وكاترين ونهله وآية. شروق وارسالها المتميز، ارسال قوي استقبال وكرة وكرة بتتشاط، ولكن طبعا تريزا توكا بتقول ان هي تاتش وبيهيصوا كرة خارج الملعب. 17-6 ارسال قوي ولكن في الشبكة. نكمل، محتاجين نكمل. قدامنا جانت ارسال قوي استقبال وكرة مرفوعة، وكاترين بتشوط شوطة قوية جدا من مركز اتنين في مركز خمسة، ما تعرفش الليبرو تعمل لها أي حاجة. كاترين ارسال قوي استقبال واتوكا وحائط صد جيد جدا من فريده العسقلاني. برافو يا فريده. طبعا بصين على اللوحه فعلا المشجعين بيقولوا بص على اللوحه. 19-7 وكوره خارج الملعب. 20 النادي الاهلي 7 نادي الانابيب الكيني. ده النادي الاهلي وده اداء لاعبينا. ارسال قوي واستقبال ضعيف، شايفين طبعا انهيار تام في فريق
الأنابيب الكيني من خلال ضغط إرسالات عنيف وصواريخ موجهة من لاعبات النادي الأهلي على الأنابيب الكيني. كرة جاية سهلة وكرة نهلة المتألقة وفرحة 22-7. بيجري تغييرة متأخرة قوي. منال أتافيتش متأخرة جدا 22-7 خلاص. إرسال قوي استقبال وكرة بتتحط برست الإيد بتيجي وفريدة عايزة تعدي كرة كده ولكن بتيجي في إيد حائط الصد وثمانية الأنابيب 22 الأهلي. تغييرات في وقت متأخر. لعبة رقم واحد وكرة فريدة واخداها كده وحائط صد قوي جدا من آية وشايف في إصابة آية رجلها لفت كده ربنا يستر إن شاء الله تطلع سليمة. شايفين طبعا سلامات ان شاء الله ورنا الجوهري بتنزل 23-8. فريدة العسقلاني وشايفين طبعا رانيا ومنى عادل اخصائي علاج طبيعي متواجدين مع آية ان شاء الله تبقى حاجة بسيطة. ارسال قوي ومريم متولي اللي غيرت شكل الملعب في الشوط الثاني بتحط كورة جميلة جدا من ثلاثة في نص الملعب جايالها ثري بول تويك حطيتها برست ايديها برافو يا مريم 24-8 وكرة بتتحط بترجع تاني وشوطة قوية جدا جدا لتنهي اللقاء 25-8 وبكده ينتهي مباراة الأهلي والأنابيب 22-25 25-16 25-19 25-8. ألف مبروك للنادي الأهلي وصوله إلى المباراة النهائية مع فريق قرطاج بالتوفيق إن شاء الله. شكرا وإلى اللقاء.